القضيتين دولت، المشروعات الصغيرة، المستثمرين الصغار، وهنسميه مستثمر. انا ممكن يبقى معايا 1000 جنيه وابقى مستثمر، انا بنتج شيء معين، الشيء دوت مع الوقت بيكبر وبصدر وبغزو بيه العالم، وبالتالي كله محسوب لاسم مصر. شرفت لي يا استاذ ياسر. احمد، هو اولا التعليم والبحث العلمي تمام، بس ده ما يمنعش ان في الوقت الحالي اهم حاجه برامج الحمايه الاجتماعيه، لان الشعب بيتحمل كتير خصوصا في البرامج. يعني انت يا احمد كشاب عاوز يبدا بالفقير بالظبط البرامج، ولو هبدا بالتعليم يبقى موازي بالظبط برامج الحمايه الاجتماعيه. يعني لو نفتكر ايام الرئيس مبارك كان قبل ما بينزل قانون زي ضرب العقاريه او اي قانون بيبدا الاول يزود العلاوه عند الشعب الحكومه بالظبط بالظبط. لكن دلوقتي في الوقت الحالي القرارات الاقتصاديه بقى لنا من 2015 عايشين في معاناه صعبه. الشاب اللي كان محوش قرشين عشان يتجوز قبل التعويم، بعد التعويم النهارده مش عارف يعملوا اي شيء، واللي جاي واخد قرض منين هتقول لي خد قرض وافتح مشروع، ومنين انت بتدي فايده في البنك 20%؟ هاخد قرض افتح ازاي؟ يعني اخد الفايده بالظبط. انت انا بشتغل للبنك، هو في مشروع النهارده بيجيب 20% بعد مصاريفه، خصوصا ان انا بصطدم في تعامل تام مع المحليات. ده في يعني ده طبعا ده موضوع مهم جدا، عايز حلقه من اولها التعامل مع المحليات بالنسبه للشباب اللي واخدين قروض وفاتحين مشاريع محليات او لاخره. في صدام تام مع المحليات، ممكن انت عندك اداره الحكم المحلي بالظبط، في صدام تام. يعني انا دلوقتي انا عايش لحساب المحليات، ما كنتش تدفع، ما كنتش تعمل، ما كنتش تسوي. في اكتر من 20 مؤسسه، يعني انا لو فاتح مشروع محل بتعامل مع 15 او 20 مؤسسه حكوميه. القضاء على الفساد بالظبط. طب ما تيجوا نشوف اراء مشاهدينا كتبوا ايه. احنا كتبنا على صفحه البرنامج ان احنا بنتكلم النهارده على ان الحكومه والنواب لو عندها اراده فعليه انها تبني مصر تبدا منين. نسمع ونشوف الشباب كتبوا لنا ايه. في واحد اسمه ابو باسم عليوه، تبدا بمستقبل الشباب اللي بيتغرب يبني نفسه في خارج البلد وتيجي الحكومه تهدم مستقبله. ده واحد شاب كان له بيت في مشتول السوق اتزال، وبيقول لك انا كان معايا حكم محكمه واحنا اتواصلنا مع مركز مشتول السوق وهنشوف قرارات الازاله دي تمت ولا لا. واحد تاني حسين اسمه حسين بيقول لك تنمية الموارد البشرية أولا وما يصحش تنميهم وهم جوعانين ومانع عنهم المرتبات وخلفهم أسر. موضوع الناس اللي بيتكلموا تنمية إن مرتباتهم ممنوعة دي، دي بقى فئة كبيرة داخل محافظة الشرقية. الفئة دي اللي هي بتاعة عمال المحاجر وموضوع والطرق والنقل، دي بقت ظاهرة دلوقتي. المحافظة مانعة مرتباتهم مش هيقبضوا، بقى لهم شهرين ما يقبضوش أو ثلاثة. واحد تاني السيد محمد الشعراوي، القضاء على فساد المحليات اساس الخراب في البلد. واحد تاني احمد الخضري بيقول ده محامي برضه، بقول لك الغاء الدعم كليا بناء مصانع عملاقه خاصه بالدوله، تعديل قانون الاستثمار، جذب السياحه، تعديل المنهج الثقافي للاعلام والفن، اتاحه الفرصه للشباب بالمشاركه الحقيقيه في كافه نواحي، تعديل الاجور بالدوله وفقا لانتاج الموظف. واحد تالت اتكلم عن او رابع ابدا منظومه التعليم والصحه. وفي ناس تانية بقى مش عاجبها النواب طبعا. في واحد تاني كلامه كبير. قال لك نبدا بالمشاريع اللي تجيب دخل عشان من خلالها نبني، نبني بالمحليات لانها اقوى شبكه في البلد وهي اللي مسيطره على كل شبر في مصر زي احمد قال. قهر المحليات واعمل رقابه مظبوطه واظهر الكفاءات اللي مدفونه. ابدا بالشباب واديهم الثقه ومكنهم، ابدا بالرياضه. كله بيتكلم عن الشباب. برضه ناس مش عاجبها النواب ولا عاجبها الحكومه. واحد تاني قال لك التعليم اولا، التعليم والصحة، وبرضو المرضى اللي بيتكلموا على الموظفين اللي داخل محافظة الشرقية اللي بقى لهم شهرين ما قبضوش. في استاذة محامية اسمها انتصار ابو المجد، المحامين مشكلة قوي عندنا في البرنامج وهم مهتمين بالامر العام. نبدأ برجال الاعمال والمستثمرين، بس مش هكمل هي كاتبة ايه. حد تاني بتقول نبتدي بلاش الشباب، التعليم، الصحة، التعليم، الصحة، النظافة، كله بيتكلم عن التعليم والصحة والاهتمام بالريف. وناس برضو بتتكلم عن تقوى الله، في ناس بتتكلم في إقالة الحكومة وحل مجلس النواب اللي ما رضيتش أقراه. قبل ما نكمل حديثنا معاكم، عشان احنا دايما لازم عشان نتكلم لازم نتكلم عن التعليم والصحة، هم أساس أي بلد طبعا. لازم أشوف الفقير، لازم أعمل زي ما أحمد قال دلوقتي وزي ما حضرتك قلت، في اكفل للمواطن الفقير انه يقدر يعيش. احنا بقينا بنصحى بالليل، نصحى ننام بالليل، نصحى الصبح
نلاقي الحكومة بفجأنا بقرارات، أربع قرارات ليلية لوزير التعليم تثير غضب أولياء الأمور. احنا لسه بنتكلم عن التعليم اهو. نعم. طب انت يا عم وزير التعليم قلت ايه؟ زيادة المصروفات المدارس الحكومية نتيجة زيادة رسوم التأمين الصحي، اعتبار مادة التربية الرياضية الألعاب مادة نجاح ورسوب تضاف المجموع للمرحلة الابتدائية ولا تضاف للمجموع بالمرحلة الإعدادية، والقرار الخاص بزيادة ساعات اليوم الدراسي بالمدارس الرسمية، قرار تحصيل مصروفات الطلاب المصريين بالسعودية بالدولار بدلا من الجنيه. انت عارف المصريين اللي في الخارج كان بيدفعوا كام يا ياسر؟ 300 جنيه في الابتدائي. 300 جنيه. 300 حسبناهم دلوقتي واحنا قاعدين فوق كده بحسبة صغيرة هيدفع 116 دولار، يعني هيدفع 2320 جنيه. بقينا اصحى من النوم نلاقي كل وزير قاعد في مكان زي امبارح. هو ده اللي التعليم العالي لغى طموح حاجه اسمها تعليم مفتوح، اللي عاوز يتعلم حتى في التعليم المفتوح خلاص قال له شكرا، مفيش حاجه اسمها تعليم مفتوح. هو ده اللي احنا بنقوله، ان القرارات بتصدر بدون تحصيل جميع ايجابيات وسلبيات هذا القرار، وعشان كده كل يوم عندنا قرارات، والقرارات ديت في الاخر مصيرها انها بتتصادم مع بعض وبتبقى حبيسه الادراك الادراك عشان خاطر قرارات طالعه غير مدروسه. النهارده احنا عندنا مشاكل كتير قوي في التعليم، اكتر من ان احنا نحط ماده التربيه الرياضيه داخل المجموع او خارج المجموع. يعني مش هي ديت اللي هتبني التعليم في مصر، عندنا حاجات تانية كتير، اولويات تانية كتير. اتكلم عن ازاي نخفض الكثافة داخل الفصول، اتكلم عن ازاي نستفيد بعدد الساعات اللي موجودين بيها داخل الفصول، اتكلم ازاي عن نواجه ظاهرة التسرب الدراسي. التسرب الدراسي الاول ساعتك كان معروف عند التلاميذ، دلوقتي للأسف بقى تلاميذ ومعلمين. النهارده للاسف المعلم برضو عنده ظاهره التسرب الدراسي دي، بيروح يمدي ويخرج من المدرسه عشان يدي درس في منطقه معينه او يدي درس خصوصي او عنده مجموعه او عنده الكلام ده. دي احق ان احنا الخصوصيه ظاهره جوه مصر كلها بدا يتفرض على الطلبه وعلى اهل الامور. الطالب اللي مش هياخد درس خصوصي هيسقط. المشكله الثانيه بقى ان احنا عايزين تفعيل القانون. طيب احنا معانا تليفون عشان سيبولك بقى له فتره معايا المهندس ماجد. مش مهندس ماجد؟ الو. ايوه يا استاذ حبيبي. ايوه يا فندم اتفضل. معاك ماجد الفقي من عين شمس. اتفضل يا فندم. ايوه يا فندم معاك ماجد الفقي من عين شمس. اتفضل مع حضرتك. اتفضل. قبل ما نبني مصر وقبل ما نعمل اي حاجه وقبل ما ندور على الطلبه اللي هنقول لهم ما حدش يرمي زباله في الشارع، انا معاك يا فندم. انا معاك اتفضل. قبل ما نعمل اي حاجه المفروض ندور نشوف الزباله بتاعتنا دي هنرميها فين. ما تبقاش الزباله مكدسه. الزباله مكدسه في جميع شوارع عين شمس، الزباله مكدسه في جميع احياء المطريه، مفيش محافظ ولا رئيس حي بينزل شارع احمد عثمان، مفيش حد فيهم بينزل غير جسر السويس كله مليان زباله. احنا لسه بنتكلم عن الحكم المحلي، ان اداره الحكم المحلي ده ابسط الحلول المواطن المصري. وكباري ونعمل ونبني وندور على مدن جديده. ايوه ماشي. انا ما دورتش على حكم محلي. انا بدور على حد بيخبط مني في التجاره فاتوره الصحراء وما بيشيلش الزباله. انا بدور على حد ماشي الزباله دي هل ممكن. شكرا يا مهندس ماجد. مهندس ماجد بيتكلم زي كل الناس. احنا بنبقى ماشيين في الشوارع كلها شايفين الزباله ماليه كل مكان. هي دي المشاكل اللي كلنا بنعاني دي مشاكل الحكم المحلي. ما ادارات الحكم المحلي فاشله في مشروع النظافه لحد النهارده، هنقدر نتعامل معاهم ازاي او هيعملوا ايه؟ لابد من تفعيل القانون على جميع قطاعات الدولة. ما هو احنا عندنا قوانين كويسة جدا، انما عدم تفعيل القانون بالشكل الكافي. انا عاوز اسألك سؤال برضو الاول قانوني قبل ما اروح لاحمد. اتفضل. هل قرار الوزير محصن ولا يجوز الطعن عليه في مجلس الدولة؟ لا يجوز الطعن عليه في مجلس الدولة. قرار إداري. طبعا طبعا جميع القرارات يجوز الطعن عليها في مجلس يعني الدولة. يعني القرار اللي صادر من امبارح من وزير التربية والتعليم او وزير التعليم طبعا يجوز الطعن عليه. يعني التعليم المفتوح ان هم ما لهمش حق يدرسوا ويبقى تعليم في مهني او اكاديمي يجوز لا. الطعن عليه وابطاله؟ يجوز الطعن عليه وابطاله. جميع القرارات التي تصدر من الحكومة يجوز الطعن عليها امام مجلس الدولة، الا بعض القرارات اللي بيعتبروها قرارات سيادية لا يجوز الطعن عليها، انما قرارات الحكومة كلها يجوز الطعن عليها. واحنا يجب علينا بقى كشعب ان احنا
يبقى عندنا ثقافة قانونية عالية، نعرف امتى القرار يبقى في صالحنا وامتى القرار في غير صالحنا، امتى نطعن على القرار وامتى نسيب الحكومة تنفذ القرار. ولكن للأسف اللي انا شايفه دلوقتي ان لو احنا بدأنا نطعن على القرارات ديت يبقى كل يوم هيخش ألوفات من الطعون داخل مجلس الدولة، لان كل يوم عندنا قرارات بتصدر من الحكومة والقيادات بطريقة غير مدروسة بنسبة 100%. نروح لأحمد. أحمد، أستاذ ياسر بيقول أنا ما أقدرش أطعن على كل قرارات الحكومة لأن هتبقى المحاكم مكدسة. شباب مصر ياخد حقهم إزاي؟ بالنسبة لقرارات الحكومة، قرار وزير التعليم النهاردة بإن كليات التجارة والحقوق والآداب والتربية بيقول لك خلاص ملوش لازمة. ملوش لازمة خلاص. طب بالنسبة اللي اتخرجوا، طب ما أنا ده اللي اتكلمنا فيه برضه لما الدكتور أمياء بالنسبة لوزارة الشباب، هي بتدي برامج تاهيليه وهيومن ريسورس ومش عارفه موارد بشريه، لكن ما بتديش برضه تقول لي انا كشاب اروح هناك تاخد بياناتي، صوره شهاده ميلادي، صوره شهاده تخرجي، وتقول لي والله انت معاك تجاره، انت معاك حقوق. هقدر احصر كم واحد معاه تجاره، كم واحد معاه حقوق، احتياجات السوق ايه، احتياجات الوظايف ايه. لكن شعب يعني انت دلوقتي ما عندكش حصر، لو طلبت الثانويه العامه هيخرجوا كم دكتور وكم مهندس وكم تجاره؟ انت بتسبب ظروفها وبناء على ما بيطلعوا بره الشغل لكن مش تيجي دلوقتي تقول ايه ده ما همش لازمه القرارات دي. لا انا هطعن عليه. قرار زي التعليم المفتوح، لا طبعا الشباب لازم تطعن عليه. التعليم المفتوح بالنسبه لي ان هو دلوقتي لغى طموح ناس كتير. لا ده بتوع التعليم المفتوح ده لازم مجلس بالظبط. لا لو ما لو قرار غير قابل للشارع وصادم للناس لازم يطعن عليه. قرارات الاقتصاديه بيخص فئه معينه من الشباب بالزبط. لازم الشباب تتحرك، لازم يبقى في حل. لازم السيد رئيس الجمهوريه تدخل في هذا القرار بالذات. لا ما احنا مش كل شويه. لا ما انا هقول لحضرتك اصل انا النهارده لو انا كل شويه انا بدي فرصه، انا بحمله كده اخطاء الحكومه. التعليم المفتوح دوت انا بدي فرصه للي ظروفه ما كانتش بتساعده اثناء التعليم، لظروف اجتماعيه بقى او ظروف صحيه او ايا كانت الظروف، او ظروف فقر او ظروف معيشه او كان بيشتغل او الكلام دوت، وحاد عن مسار التعليم، بديله فرصه ان هو يرجع تاني ويبقى معاه مؤهل عالي. وده معناه ان احنا ماشيين في طريق التعليم طول ما التعليم المفتوح موجود. انما لما امنع التعليم المفتوح، طب ما انا بحرم شباب كتير من ان هو عايز يتعلم، ظروفه ما كانتش بتساعده طبعا وعايز يتعلم، هيروح فين طيب؟ حقهم يتعلم بالظبط. بالظبط. على فكره برضه خلينا صراحه، خليني اتكلم بصراحه واقول كده، وبعد كده نيجي نقول ايه، نعمل تعليم الكبار. طب ما نعمل الكلام ده، نعلم دول، نعلم دول بالظبط. ماشي. لا بس خلينا نتكلم بصراحه، معظم الشباب دي خريجين دبلومات وظروفهم الماديه على قدهم. تمام كده. واهاليهم برضه حتى المستوى المادي بقى، المستوى المادي لكل اهل مصر بقى مستوى يعني يعني حاجه كده ربنا يستر علينا، الكفاف. فالناس مش قادره. لو قلنا نروح تعلم تعليم خاص هيدفع كام؟ محدش يقدر. لا انا عاوز بقى الاجابه من سياده الوزير. محدش يقدر على التعليم الخاص. طب والحل؟ محدش يقدر على التعليم الخاص. الناس دي انا كل شويه حد يطلع لي يدمر احلام شباب. احنا بنتكلم على التعليم والصحه. استاذ يا استاذ وائل، انت ما بتتكلمش على القاهره. انت عندك محافظات وعندك كرة وعندك نجوع فيها ناس فقيره جدا عايزه تتعلم نفسها. وجوه القاهره نفسها كفايه عليه ان هو بينتقل من النجع والقريه بتاعته عشان يروح المدينه عشان يتعلم. احمله كمان مصروفات زايده، واحمله رسوم زايده، وافرض عليه ده رسوم زياده. ده في تصريح غريب يعني حاجات. مفيش تعليم مجاني في مصر. هو قال كده صراحه، طالما بيدفعوا دروس خصوصيه. ما هو يعني الدروس الخصوصيه اللي بقت جبر على المواطن المصري، وزير التربيه والتعليم النهارده بيقول لك خلاص طالما انت تقدر تدفع دروس خصوصيه لا مفيش تعليم مجاني. ما هو بالفعل يا استاذ وائل، وزير التعليم ده العادي مش بالفعل مفيش تعليم مجاني في مصر النهارده. مفيش مواطن مصري عنده ابن في احد مراحل التعليم الا لما بيصرف عليه دم قلبه في الفلوس والدروس الخصوصيه. يا فندم الدستور المصري بيكفل للمواطن المصري التعليم والصحه. طيب ما هو عندنا وزير التعليم هو بيدي قرار بالغاء بعض الاجزاء في التعليم. طب ما ده مخالف للدستور. طب ما دي ده كنتوا مش دورنا احنا. ما هو احنا دورنا، ولكن القرارات كتيره كتيره جدا وغير مدروسه. وبعدين بقى للاسف في بعض الاصوات دلوقتي تيجي تتكلم يقول لك لا ما احنا لازم نحصل فلوس. طب ماشي، ما هو لازم كلنا نبني ونحصل فلوس، ولكن نحصل فلوس من مين بالظبط؟ من مين انا هحصل فلوس من مين بالظبط؟ وامتى امتى ده لما الغي الدروس الخصوصيه؟ يعني انا مش عارف احمل مواطن ومش عارف عبء الدروس الخصوصيه، مش عارف الغوره او ما احمله عبء تاني عبء المدارس الحكوميه.
طيب انا عندي لكم مفاجاه انتوا الاثنين، الصوره بتاعت مستشفى يحيى جاهزه؟ في حاله جوه انت شرقاوي، في حاله جوه مستشفى يحيى المركزي. بص على الصوره دي كده، الاب ده اسمه السيد، السيد محمد يوسف من بلد اسمها هيهيه، رايح ابنه تعبان، ابنه اسمه عبد الستار تعبان، راجل عنده 57 سنه، ابنه مش هو، مش هو عنده ضيق في التنفس، جري على المستشفى ما لقاش حد، الحقيقه انه ما لقاش حد، ممرض ما فيش دكاتره، ابنه بيموت، بيتخانق مع الممرض اللي هناك، الامن الاداري، ايه اللي حصل بينه وبينه؟ الراجل مات. لا حول ولا قوه. حقه فين ده؟ ونطلع بقى تصريحات ان الرعايه مش عارف، الراجل ده كان عنده السكر وعنده الضغط، يعني الراجل لوحده كده مات؟ لا حول ولا قوه الا بالله. عنده كل اللي عنده، هو انا المفروض ان انا لما بروح اودي ابني المستشفى اوديه عشان انقذ حياته ولا عشان اموت؟ عنده ايه يعني؟ هو مهما كان عنده، عنده ضغط، عنده سكر زي ما بيقولوا، عنده القلب، عنده كل حاجه، مشده كلاميه، الراجل ده مات من مشده كلاميه. لا طبعا ما اظنش ان حد يموت من مشده كلاميه، استحاله طبعا الكلام دوت. حتى طب انا هفترض ان هم صح، ان هي مشده كلاميه، وبيقولوا كان الدكاتره موجوده والناس كلها موجوده، تمام، لو الدكاتره موجوده انا هتخانق ليه؟ طيب ما هو ده السؤال اللي بيفرض نفسه، لو فعلا في دكتور في الاستقبال استقبل الحاله وعمل معاها اللازم وبدا يتعامل معاها مهنيا بشكل كويس، ايه اللي هيخلي المصطحب الحاله ديت ينفعل او يتخانق مع احد الممرضين او يتخانق مع احد الاداريين او يتخانق مع احد افراد الامن؟ ما دام في استقبال كويس، ما دام في دكتور موجود في الاستقبال، ما دام موجود دكتور تخصص كمان. المشكله ان فعلا حضرتك دلوقتي بتتوجه لاي مشكله داخل المستشفيات بتبص تلاقي اللي موجود جوه الاستقبال ممرضه بتقابل حضرتك والدكتور بيبقى نايم في الاستراحه فوق، لما تحس ان الموضوع كبير عليها بتطلع تصحي الدكتور. طبعا تخيل حضرتك يعني ايه بتبقى شايل ابنك وداخل تجري عايز تنقذ حياته، الثانيه بتنقذ حياه انسان، وهي بقى تقعد تلف حوالين الحاله، ولما تلاقي الموضوع كبير تطلع تصحي الدكتور. طبعا على ما الدكتور طبعا انت كده ازعجته يعني، لان هو المفروض ان هو جاي ينام مش جاي يشتغل. على ما تطلع تصحي الدكتور تكون الحاله توفاها الله يعني. استاذ ياسر انا عاوز احكي لك حكايه حصلت معانا احنا، وبحكيها للمشاهدين برضو وكل الحكومه واعضاء مجلس النواب. احنا معانا حد في الاعداد تعب، في يوم جايين البرنامج فتعبني حد تعب، فقلنا خلاص نروح لاقرب مستشفى خاصه. روحنا مستشفى خاصه، في النهارده كشف عشان حد عنده عاوزين حد بطنه، قال لك لا والله الاستاذ بتاع البطنه مش موجود، بس ممكن تروح الاستقبال. الاستقبال ده فيه ايه؟ ممارس عام يعني لسه متخرج امبارح. طب كام؟ قال لك تروح الخزنه الاول. حاضر نروح الخزنه الاول. كام؟ قال لك مبدئيا كده تدفع 250 جنيه عشان نشوف بس ايه اللي هيحصل معاك. 250 جنيه عشان لسه ممارس عام هيبص عليه ويكتب لك روشته قد كده بعد كده، وفي الاخر لو معهوش فلوس قلنا له السلام عليكم. انها مشكله. وعلى فكره، على فكره بالمناسبه طلعنا من المستشفى الخاص دي على اقرب صيدليه بالمناسبه، دخلنا يا دكتور، يا دكتور في موضوع 1 2 3 نعمل ايه؟ قال لك هي حقنه دقيقه واحده، راجل واخد اللي تعبان ودخل الدم حقنه نص ساعه خف الحمد لله شكرا. هو المشكله ان المريض عندنا بين المطرقه والسندان، يا اما يروح للعلاج الخاص وطبعا ده تكلفته عاليه مش كل الناس تقدر عليه، يا اما يروح للعلاج المجاني ويتعامل بقى على انه هو مواطن درجه تانية. من ضمن الوقائع اللي حضرتك بتقول عليها ديت، عندنا ست عجوزه كده كانت رايحه تخلع ضرسها في المستشفى، فالدكتور قال لها مفيش بنج اخلع لك بيه الضرس، فممكن لو تتحملي اخلعه لك من غير بنج. طيب احنا بنضيف عليها الالام عشان خاطر هي ست فقيره ما معهاش تروح تكشف في مستشفى خاص، ما معهاش تروح تخلع ضرسها في مستشفى خاص، فاحنا عندنا المريض في مصر ما بين المطرقه والسندان، ما بين العلاج الخاص والعلاج المجاني ومشكلات العلاج المجاني وما ادراك ما مشكلات العلاج المجاني، ودي النتيجه اللي احنا بنوصل لها كلنا. ده مش المريض اللي مات، ده والد المريض اللي مات، وكمان كام الف حاله زي كده بتحصل عندنا في مستشفياتنا كل يوم.
يمكن الحالة ديت حضرتك عرفت بيها، في 50 حالة تانية حضرتك معرفتش بيها، في حالات بتحصل في المستشفيات المركزية والمستشفيات العام في كتير. ولو حضرتك نزلت بالكاميرا في أي مستشفى هتلاقي معاناة ملهاش حدود، ملهاش حدود كتير. يعني حاجة يرسلها بدل الكلام. الحلقة اللي فاتت أحمد أنا عاوز أقول لك على حاجة، خلاني أتكلم بقى بصراحة. لو أنت أحد الوزراء في الحكومة المعنيين بالمواطن المصري وأنت ماسك وزارة معنية بالناس، أول حد هتبص له مين؟ الفقير طبعا. يعني كان أولى بالحكومة إنها تبدأ بالفقير طبعا. هل الإصلاح الاقتصادي، أنت راجل محاسب يعني درست اقتصاد، هل الإصلاح الاقتصادي ما كانش يبقى لازم يبقى فيه معاه برامج تكافل قبله كمان قبله. تكافل للمواطن الفقير عشان يقدر يعيش قبله طبعا. مفيش نقاش. احنا مش اتكلمنا الحلقه اللي فاتت برضه في موضوع الصحه ده، انا لما قلت لك ابني دخلت من المستشفى درجه حراره 38 الحكومي والدكتوره نايمه فوق والممرضه دور على الدكتوره ما فيش دكتوره تشوف رد فعلي الاول، لو قلت لها لو قلت الدكتوره مش موجوده وانا مشيت فخلص ايه يبقى خد الشر وراح. لكن لو زعق ياخدوا حقهم، لو زعق اطلع للدكتوره فوق. امتى الشباب ياخدوا حقهم ونتفاجئ ان رئيس وزراء مصر 35 سنه 40 سنه على الاكثر 45 سنه 50 سنه امتى؟ في علم الغيب. واولا لما الوزير فعلا يقدر يحدد نسبه نجاحه وفشله من الحكومه. يعني لو وزير طلع وقال انا فاشل واستقال دي فعلا هتتغير، لكن طول ما الوزير قاعد في كرسيه وعارف انه بيخطا او بيكمل على خطا وزير قبله فهيفضل الحال زي ما هو. الوزراء قاعدين بيكملوا في قرارات، اما اول بيخطط خطه ويجرب يصابت. انا بحكمي في بعض الوزراء شغالين في الحكومه، في انا ما بنكرش، بس تعالى بقى الصف اللي تحتيهم الصف الثاني والثالث والرابع دول اشتغلوا مع كل وزير جه الفتره اللي فاتت دي، يمكن من ايام الرئيس مبارك مرورا بحكم الاخوان المسلمين مرورا بكل الوزارات، في دول قاعدين لحد النهارده لحد الحكومه الحاليه لحد حكومه الدكتور شريف اسماعيل، وكلاء الوزاره ونواب الوزراء هم زي ما هم ما اتغيروش فعلا، اللي هم فعلا متحكمين في الامور داخل الوزارات. امتى هنشوف ناس غيرهم؟ استاذ وائل حضرتك انت بتقول امتى ناخد حقنا؟ ناخد حقنا لما نفعل محاسبه المسؤولين. لازم اي مسؤول يبقى خاضع للمحاسبه القانونيه، سواء في اهماله سواء في تقصيره، دي الجزئيه الاولانيه. الجزئيه الثانيه الوزير بيحاسب سياسيا، طيب ما هو سياسيا دي غير كافيه يا استاذ وائل، غير كافيه. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه عايزين نتخلص من مشكله مكتب السيد الوزير، عايزين الوزير دايما يبقى في وسط الناس، دايما الوزير يبقى في الشارع، يعني دايما الوزير يبقى الوزير والمحافظ رئيس المحافظ معلش بيخش الشارع اصلا، ما حدش يعرف حاجه عن الشارع خالص يا استاذ وائل. وعشان كده لما اي وزير منهم بيصدر قرار القرار ده بيتخبط في التنفيذ لانه مش محتك بالواقع. لو بالظبط لو السيد الوزير بينزل الشارع كان يقدر يحتك بالناس ويقدر يعرف اليات ويقدر يعرف وسائل تطبيق ويقدر يعرف حاجات كتيره، وكل المرؤوسين يبداوا يعملوا حساب للحركات دي. انما النهارده للاسف ان كان وزير ولا محافظ ولا ايا كان لما بيجي ينزل منطقه ما بيبقى معروف قبلها بثلاث اسابيع، وبنعرف احنا ان في وزير او محافظ جاي بتلاقي البلدورات بتاعت الشارع بتتبيض وحاجات حلوه كده بتحصل، نعرف ان في مسؤول جاي. انا كنت جاي على كوبري اكتوبر ومعايا بعض المهدين، معايا راجعين جايين شغلنا جايين القناه، فرقنا سرينا سرينا سرينا، فقلنا قلنا حد في عربيه اسعاف ولا بتاع، فقال لك ده موكب، مش عارف بقى موكب وزير ولا محافظ ولا ايه، ثلاث اربع عربيات سمر. يعني ده هو حتى لو مش عاوز يعرف الناس ده مين، هم عارفين مين، هم عارفين مين اصلا بالظبط، واللي يجبين قدام في العربيه اتنين امناء شرطه ولا اتنين عساكر زي ما يكون فرحان بالكلاكس عمال يضرب للناس كلها. والله احنا افتكرنا ان في عربيه اسعاف معديه بمريض، اتفاجئنا انه ممكن يكون مسؤول. هو امتى المسؤول هيمشي من غير حراسه في مصر؟ بص اقول لحضرتك على حاجه، الظروف الامنيه اللي فيها البلد دلوقتي تستوجب ان يبقى في حراسه على كل مسؤول طبعا، ولكن المسؤول اللي عايز يتخلص من الحراسه ديت بيتخلص ويبدا يتحرك بكل اريحيه. امتى المسؤول يتخلص من الحراسه ديت ويتحرك بكل اريحيه؟ لما الشعب والمواطن المصري يحس ان المسؤول ده منه،
مش من طبقة تانية. للأسف كلنا حاسين إن المسؤولين كلهم من طبقة تانية. كان في أحد وزراء الداخلية زمان كان بيتخفى في زي رجل فلاح ورجل صعيد وينزل الشارع ويمشي ويشوف الوضع الأمني ويشوف المخالفات المرورية ويشوف طبعا طبعا مين في مصر ما يعرفش العظيم أحمد رشدي. كان بيتخفى وأنا أعرف إن في واقع من الوقائع إن هو ابنه إن هو شال نمر عربية من عند الوزارة وقعد يلف بيها في شوارع القاهرة ومحدش اعترض. لا ده عمل حاجات كتيرة طبعا حد اتوسط له قدم استقالة لابنه وقال له خلاص روح. ده مثال للمسؤول الكفء. نحلم ان يبقى عندنا كل محافظ كل وزير مثل هذا الرجل، ان هو ما يعودش على مكتبه، ان هو يحتك بالشارع، يحس بآلام الناس. ما هو النهاردة المشكلة ان هو طب هيحس بآلام الناس ازاي؟ هيحس بمعاناة الناس ازاي؟ هيحس بمعاناة وانا ماشي في الشارع واشارة المرور بتقف معايا ساعة واثنين وثلاثة، هيحس بيا ازاي؟ هو ما بيقف في اشارة مرور، ما بيروحش يودي ابنه مدرسة ويتبهدل في الطريق، ما بيروحش يقف مستشفى عشان يتعالج، ويقف طابور عشان يقطع تذكرة، ويقف طابور عشان يجيب علاج، ويقف طابور عشان يخش للدكتور، ما بيخشش للدكتور والدكتور يزعله يقول له استنى شوية لما اخلص التليفون اللي في ايدي، ما بيخشش الدكتور يقول له ارجع ورا شوية بس كده عشان الدكتور قرفان من ريحته. كل الكلام ده ما بيعانيش منه غير الناس الغلابة. انما المسؤولين مش حاسين، مش حاسين بينا ومش حاسين بالكلام ده ابدا. عارف حل مصر في كلمة واحدة؟ اتفضل. العدل. العدل، العدل اساس الملك، العدل اساس كل حاجه، العدل في تعليم، في صحه. عاوزين ننسى بقى يعني انا كمواطن مصري عمر انا تعودت، انا تعودت يا استاذ ياسر انقل صوت الناس الحقيقي. في بعض امتى امتى هيبقى ابن الفلاح ضابط ومستشار؟ امتى هيبقى ابن العامل دكتور وصيدلي ومهندس؟ امتى؟ لو وصلنا لدي ان كل الناس دي تبدأ تاخد حقها ونختار فعلا القيادات اللي تقود مصر من الشعب المصري، واحد من الشعب المصري كده تعالى. وصدقني اي وزير او اي محافظ او حتى رئيس مدينة تجيب وتحطه من الشعب كده واحد منهم كده هينجح وهيعمل المستحيل. عارفين ليه؟ لانه حاسس بألام وكل مشاكل الناس، لانه هو خارج من وسط الناس دي. ولا انت عندك راي تاني يا احمد؟ عندي راي تاني. لو تفتكر النائب البدر فرغلي فعلا اختلاطه في الشارع ووجوده بالناس، يعني انا عندي في دايرتي النواب الساده المحترمين لهم دور عظيم في التوظيف، يعني السيد محمد زكي السويدي والسيد طلعت السويدي، عشان المصانع بالنسبه كمحافظه الشرقيه المصانع موجوده عندنا في العاشر، فكان بيشغلوا ناس كتير بالظبط. لكن في محافظات تانيه مهمله تماما من الشباب، وفي شباب كتير موجودين في بعض المناصب الحكوميه بالتعيين في كفء وافضل منهم موجودين بره. في اللي متعين بدبلومات في مناصب في الضرايب واولاد ناس معروفين جدا وتلاقيه تجاره انجلش وقاعد في الشارع موجود. ده على ارض الواقع، ده العدل مفيش نقاش. استاذ ياسر احنا قبل الحلقه كنت قاعد مع المؤدين وبنتكلم على طفل في الشارع قاعد في الشارع، وقلت لهم اتصرفوا واعطوه نستضيفه هنا ونشوف على حله ايه. الطفل ده والده طرده في بره وقاعد يمكن كل المواقع التواصل الاجتماعي كتبت عليه بيعمل ايه. الواد عنده موهبه الرسم او الفن، يجيب ورقه ويبدا يرسم فيها، حتى لو حد اداله فلوس ما بياكلش بيها، قاعد فارش في الشارع كده وبيرسم. هو الولد ده والولاد اللي بنشوفهم نايمين تحت العربيات، يمكن حتى في المعدين بيقولوا لي بيجيب الفلوس كلها الوان وبيرسم بيها. بقول لك يعني امتى الولد ده والولاد اللي في الشوارع اللي نايمين تحت العربيات اللي فعلا مش لاقيين ياكلوا، اقسم بالله بنعدي على ناس نايمين تحت عربيه كده وسند طفل اطفال، انت هياخدوا حقهم؟ ايه السبيل القانوني يا استاذ ياسر ان اطفال مصر وشباب مصر اللي بيموتوا كل يوم من المخدرات واللي بيموتوا من الفقر تاخد حقها؟ طيب احنا عندنا في السبيل القانوني، ما هو في القانون احنا عندنا في وزارة التضامن عندنا دور رعاية للأطفال اللي زي كده، ولكن للأسف دور الرعاية ديت بقلة الرقابة عليها ما بيستمرش الأطفال ديت داخل دور الرعاية،
وبالتالي بيخش بتوديه دور الرعايه ديت، بيلاقي معامله سيئه هو مش واخد على كده، فبيبدا يتسرب من المكان دوت وبيبدا يرجع للشارع تاني. خطوه في التانيه بقى عندنا مشروع مجرم، مع العلم ان معظم الاطفال ديت اطفال موهوبين عندهم استعداد للتعلم. اظن كان في موسيقار، اظن الموسيقار حلمي بكر تقريبا عمل فكره قريبه من كده، ان هو بدا يجمع اطفال الشوارع ويعمل منهم كورال اطفال، فبدا يطلع منهم العازفين والمغنيين، واتحول حياتهم بشكل غير طبيعي. ليه؟ لان هم لقوا لمسه رعايه. لمسه الرعايه ديت تيجي من، برضو انا بتكلم في تخصصي، من تطبيق القانون بشكل صارم على جميع المسؤولين. كل رئيس دار، البيئة، كل وكيل وزارة. أستاذ ياسر، البيئة، أنا درست علوم سلوكية، البيئة المحيطة بالمواطن هي اللي بتأثر في سلوكه. طبعا الأب والأم بيأثروا في سلوكه، المدرسة تأثر في سلوكه، كل ما يحيط بالإنسان وبالطفل لأنه بيتعلم منه. احنا عندنا يا استاذ وائل، عندنا كتير من الاباء والامهات عايزين يتعالجوا نفسيا. طبعا عندنا كتير من الاباء والامهات عايزين يتعالجوا نفسيا في معاملتهم مع الاطفال. يعني هو الاب اللي طارد ابنه، الطفل اللي حضرتك بتقول عليه ده، هل ده اب سوي؟ استحاله يكون ده اب سوي. طب احنا معانا اتصال تليفون تاني. اتفضل استاذ رياض. استاذ رياض. ايوه ايوه يا فندم، اتفضل. انا قاعد قدام التلفزيون. اتفضل. طيب شكرا يا عزريات. بالنسبه للبيئه السلوكيه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي، انا عندي في دايرتي في دير بنجم امبارح اب قتل طفل من كتر الضرب. لما كلمتك قلت لك على الواقعه دي، يعني دي انت فعلا في ابهات كتير، ده من عدم انتشار الثقافه. طيب هل الظروف الاقتصاديه خلت الاولياء الامور خرجوا عن شعورهم فعلا خلاص للدرجه دي؟ لا، وفي برضه فئه كبيره مدمنه مخدرات، فئه كبيره عاطلين، فئه كبيره يعني في 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 كار البلطجه وتجاره المخدرات. ما عايز واحد طالع في بيئه زي، حتى لو الدوله تعمل ايه؟ انتوا الاثنين اهو، قاري شاب وراجل قانون، انتوا الدوله تعمل ايه عشان نلحق البلد اللي حد يبنيها؟ في قانون حمايه الطفل، القانون دوت يجب تفعيله بشكل واضح. القانون دوت بيكفل حمايه الطفل سواء هو في بيته او هو في المدرسه او هو في شغله او هو، يعني احنا عندنا من ضمن الحاجات اللي القانون بيكفلها للطفل عدم تشغيل الاطفال الصغار. بدانا خدنا خطوه في الموضوع دوت، وبدانا نراقب الموضوع دوت، وفجاه الموضوع انتهى وخلص الموضوع وما بقاش في حد بيراقب هل هناك تشغيل للصغار من عدم. النهارده كل الورش وكل الحرف المهن الحرفيه فيها اطفال، وده مخالف للقانون. فاحنا عندنا قانون حماية الطفل، قانون مكتمل ولكن ينقصه التطبيق الصحيح. اتفضل. انا اب توفى، ماشي، وساب سيدة او مراته، نعم، عندها 3-4 اولاد اكبرهم عنده 12 سنة، والمعاش اي معاش لموظف في مصر، لو اتكلمنا عن المعاشات هنقعد نتكلم للصبح ونقول ان كل موظفين الدولة اصحاب المعاشات مظلومين ولازم لهم نظرة، مش كده ولا ايه؟ طبعا. واحد توفى وكان موظف او كان شغال باليومية عامل ارزاقي كده، يعيشوا ازاي الناس دي؟ لازم طفل من دول يطلع يشتغل. على فكرة انا صورت مع طفل منهم، انا بوست راسه. طيب، ما هو صورنا معاه كان شغال في حلقة سمك، الطفل ده شايل اسرة كاملة، كان اولى بالدوله انها تكفل حياه كريمه للاسره دي فاولى موت الزوج او العائل. هو بالفعل احنا عندنا في قانون التامينات الاجتماعيه بيكفل للاسر اللي زي كده معاشات تكافل الغرامه حاليا، اللي وصل تكافل الغرامه والتضامن الاجتماعي والشؤون الاجتماعيه او التامينات الاجتماعيه. احنا بس عندنا برضو بنرجع نقول تطبيق القانون. انا النهارده لما الاقي حد مش مستحق معاش وبدا يتلاعب في بعض الاوراق المطلوبه وقدم وبدا يستحق المعاش ده، احنا في المجتمع شفنا اللي تلاعب وقدم واستلم، انما ما شفناش العقاب.
انت عارف حضرتك فكره علنيه العقاب بتبقى رادع لحاجات كتيره قوي. لما احنا المفترض ان الاحكام علنيه، ولكن علنيه داخل المحكمه فقط. يجب ان احنا حتى في وزاره الاعلام يبقى عندنا منبر اعلامي كده للاحكام الجنائيه، وده بيبقى رادع لحاجات تانية كتير. يعني لما يجي انا النهارده على المنبر الاعلامي دوت والاقي ان في حد تعاقب حتى لو بعد الحكم النهائي، طيب ماشي، ايه المشكله ان انا اظهر الاحكام دي؟ انت عارف حضرتك بعد الثوره على طول كانت بتنشر احكام المحاكم العسكريه على التلفزيون المصري، بيقولوا فلان اتقبض عليه معاه سلاح خد حكم النهارده 5 سنوات. ده عشان دي محاكم عسكريه، ده كان رادع، ده كان رادع لبقيه الناس اللي هي عندها ميول اجراميه ان تبعد شويه عن الجريمه، ودوت حد من فكره الجريمه بعد الثوره بشكل غير عادي. فاحنا النهارده عايزين نفعل القانون، عايزين نفعل الرقابه، عايزين نظهر اكتر علنيه العقوبات على الناس اللي هي بتتحايل على القانون وبتاخد حاجه مش من حقها. طبعا حضرتك بتقول الطفل اللي خرج عشان يكفل الاسره هو بالفعل بيكفلها بجنيهات صغيره، ولكن انت بتدمر مستقبل الطفل ده ومعاه بتدمر مستقبل الاسره، لان نسبه الولد دوت ارض خصبه لكل حاجه. هتعلمه فن هيبقى فنان، هتعلمه دراسه هيبقى عالم، هتعلمه سلوك سيء هيبقى فاسد. الولد ده بيئه خصبه، وهو نازل العمل دوت هيحتك احتكاكات بدون رقابه، فوارد بنسبه كبيره جدا ان هو بكره يبقى منحرف ويضيع اسرته ويضيع نفسه. يبقى الحل مش في انه يشتغل، الحل في ان احنا نكفله، والحل ان احنا نضع قرارات مكمله للتكافل. استاذ ياسر اتفضل. الحلقه اللي فاتت كان معانا احمد برضو، اتكلمنا عن احلام الشباب، ما تيجي نحلم تاني؟ طب انا عاوزك انت المره اللي فاتت يا احمد ما حلمتش قوي. طب قبل يعني الحلم الحقيقي لكل شباب مصر، لكل اهل مصر، انت احلم للشباب، والاستاذ ياسر يحلم للفئه الكامله، كل الفئه اللي تخطت ال 40 سنه او ال 45 سنه عشان ما يزعلوش مننا. طب قبل ما نحلم، قبل ما نحلم في الارض الخصبه اللي نحلم عليها؟ لا، الارض مصر الارض خصبه. طب انت ايه رايك في، انت اتكلمنا على الساده الوزراء تمام، ايه رايك في اداء الساده النواب في شتى المجالات اللي احنا اتكلمنا فيها دي؟ انا قلت 100 مره اداء الساده النواب في بعض الدوائر لا يرقى الى تطلعات المواطن المصري، دي حقيقه مش هننكرها، ده واقع ملموس. الناس مستنية شغل كتير من النواب، كان المجلس عنده قرارات أو قوانين لازم يعملها، مفيش مجالس شعبية محلية تقوم بالدور ده، كل الدور ده راح على النائب، النائب مش قادر يعمل توازن بين قانون المحلات ده من إمتى؟ من إمتى قانون المحلات ده الرئيس وعد بيه؟ لا، ما هو قانون المحليات ده خلاص، ده بتاع المجلس النواب، وقت ما يخلصوا هيبقى في انتخابات محلية. يعني هو ما تركنش يعني العيب يعني. العيب هنا في ان القانون داخل المجلس لسه ما طلعش، هو طلع. طيب الرئيس كان وعد بميعاد القانون قبل. يا استاذ احمد اتفضل. يا استاذ احمد، انا الرئيس قال القرار، مين صاحب القرار دلوقتي؟ بعت الكلام ده في موافقينه لمجلس النواب. هل مجلس النواب طلع القانون ولا لسه؟ ماشي، بيسال فيها مين؟ القانون ده من اولى اهتمامات قوانين كتير اتناقشت، وده كان اولى يتناقش قبل قوانين كتير. احلم بقى للشباب، احلم بجد، غمض عينيك كده، انسى ما انت قلت. انت 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 قلت لي مفيش ارض خصبه للحلم، لكن شباب كتير. لا، مصر لا، مصر هتفضل طول عمرها ولاده. مصر تمام، بلد الامن والامان، مصر بلد الازهر والكنيسه، دي مصر. مصر اللي يمكن نفرط في شبر من ارضها، مصر اللي كل يوم بيموت بسبب ارضها شاب من شباب مصر في سيناء وفي كل مكان داخل ارجاء المعموره، دي حقيقه. ما احنا ما ينفعش يبقى اولادنا بيموتوا عشان يدافعوا على التراب، واحنا نقول لا مش ارض خصبه، ده الارض خصبه بدم كل المصريين. حاله الاحباط اللي في الشارع برضه انت لامسها وشايفها. ماشي، حاله الاحباط اللي في الشارع ده عشان كده بقول لك احلم. قول لي الشباب في الشارع بيقولوا ايه عشان يقولوا قدام المسؤولين. بيقولوا نفسهم ان الصبح يطلع وزير الشباب والرياضه يقول لهم تعالوا كل خريج الجامعات يتقدموا باوراقهم لوزاره الشباب لحصر الطلبه خارج التجاره وخارج حقوق وخارج الجامعات، ومثلا المحافظات اللي مثلا فيها كم كبير من اللي هم التعليم الفني، انشاء منطقه صناعيه لكل محافظه لدعم البطاله فيها سواء خارجي تعليم فني او تعليم جامعي. اللي كنا بنقول انها هنطبق التجربه الالمانيه
الألمانية 80% من الشعب الألماني بتاعه تعليم فني. نفسنا هنا فعلا احنا في كم هو في تعليم فني في مصر كلهم بياخدوا بلومات. هو اصلا لو عملت له مساله على فكره وزير التعليم مصرح تصريح بيقول ان المعدات داخل المدارس الفنيه اللي بيتدربوا عليها الاولاد بقى عارف عليها الزمن 200 سنه وما فيش اسمها ميكاترونكس ولا في حاجه اسمها مكان. وبعدين ده في حاجه مهمه كمان في المعدات اللي حضرتك بتقول عليها ان رئيس القسم بيستلم المعده دي عهده فبيقفل عليها كده بيخاف لا ولد هو بيتدرب ولا حاجه هو يروح مصيبه ولا حاجه فتتخصم على قلبه فبيعمل ايه؟ يقوم قافل عليها في المخزن كده واللي يتدرب يتدرب واللي ما يتدربش ما يتدربش. اتفضل. احلم بقى للشباب للكبار بتوع بلدنا. بحلم ان كل الدخل وبحدود الدخل ان كل مواطن في مصر لما يروح مستشفى يلاقي معاملة تليق بكرامة المصري ويلاقي له مكان داخل المستشفى. بحلم ان كل مواطن لما يروح يقدم في وظيفة يلاقي مكان ليه. بحلم ان كل مواطن الحكومة تدعمه في اي مشروع مهما كان المشروع ده صغير لان المشاريع الصغيرة دي هي اللي بتبني اقتصاد الدول. بحلم ان كل مواطن يبقى له كرامة داخل بلده ويتعامل معاملة ادمية يتعامل معاملة تليق بالمواطن المصري سواء داخل المدارس او داخل المستشفيات او داخل الاقسام الشرطة. النهاردة لو بدأت تتحقق الحاجات ديت وبدأنا نحس ان فعلا بقى المواطن يحس بكرامته ديت هتبقى دفعة للعمل ودفعة للانتاج ودفعة ان هو يبدأ يحقق احلامه اللي هو بيحلم بيها كلها. انما النهاردة مشكلة كبيرة جدا ان حضرتك تبقى داخل مستشفى ومش لاقي ليك مكان داخل مدرسة ومش لاقي داخل حضانة لطفل ومش لاقي شيء عارف طفل. مشكلة كبيرة جدا ان حضرتك الحضرات دي بالحجز تتسرق عربيتك وتروح تعمل محضر في اسم الشرطة وتلاقي اللي بيقابلك في اسم الشرطة حد صغير كده غير مسؤول مستهتر جدا ببلاغك ومحسسك ان الموضوع ده بقى امر عادي. بقى امر عادي وبقى متواجد الا في بعض الاماكن المعينة. مش لازم بقى الاستاذ وائل عشان داخل يبلغ مش لازم يكون الاستاذ وائل وحاجة يعني انا عايز الاستاذ وائل المواطن مش الاستاذ وائل وحاجه لا يعني عايزين نمنع قصه وحاجه ديت مش الاعلامي مش المحامي مش بالظبط بالظبط بالظبط. فلازم كلنا نبقى عارفين الكلام دوت. الحاجه الاخيره اللي بحلم بيها ودي حاجه مهمه جدا ان يبقى في برامج توعيه من الحكومه على القنوات المصريه باستمرار. النهارده عندنا كم القضايا اللي في المحاكم الكبير قوي دوت ده ناتج من ايه؟ من ان اغلب الناس مش عارفه حقوقها، مش عارفه ايه اللي ليها وايه اللي عليها. طول ما انا مش عارف حقي بعتدي. وطول ما انا بعتدي الحاله اللي موجوده داخل المحاكم ديت اكيد قطعا بتؤثر سلبا على الانتاج، بتؤثر سلبا على تحقيق اي تقدم بتفكر فيه الدوله، فلابد ان احنا يبقى عندنا توعية كاملة بحقوقنا وواجباتنا عشان نقدر نلتزم بيها. انا قبل الحلقة كنت قاعد مع احد الاشخاص بنتناقش مع بعض كده ازاي حال البلد يتغير، ازاي نقدر نغير حال بلدنا. فحطينا مشكلة الفقر والبطالة. البطالة عشان الشباب، مخدرات بقى وكل حاجة بقت في موضوع الشباب. انا ما رضيتش اتكلم النهارده عن المدرس اللي بتاع الايحاءات الجنسيه اللي بيدرس للطلبه ده، يعني ده حاجه مسخره كارثه بجد، مصيبه صوت كارثه. هيعلمهم ازاي؟ فقلنا ما تيجي نقترح على الحكومه اقتراح كده، ان كان هقترحه على الساده المشاهدين وعلى الحكومه دلوقتي وعلى حضراتكم كمان، ولو توافقوني قولوا كده ده حل للفقر في مصر وحل لكل مشاكل الشباب في مصر. هو احنا عايشين على مساحه قد ايه من مصر؟ 7% من مساحة مصر. 7% 10% الباقي الأراضي إيه؟ صحراوية. صحراوية. مش كده ولا إيه؟ إيه رأيك؟ وإيه رأيك يا أحمد؟ أنت شاب أهو. لو جت الحكومة بكرة الصبح قالت لك يا أحمد أنت مش شرقية مش كده؟ في ظهير صحراوي في الشرقية أو مفيش. صحية والبيس. كل ظهير صحراوي داخل محافظة أنا هدي لكل شاب 5 فدادين وأقول له ابني لك هنا أوضتين
واتجوز هنا وازرع الارض دي، كل اللي هعمله لك هوفر لك مصدر ري. الكلام ده عارف ايه اللي حصل؟ اتفضل. الارض اللي هتطلع دي هتطلع ناتج، معلش انا فلاح، هتطلع زراعه، هتطلع منتج. المنتج ده حاجه من الاثنين، لا يبقى عندي منه عجز وهيطلع لي يبقى العجز خلص. يا استاذ وائل اللي حضرتك بتقوله كلام جميل جدا، ولكن التجربه دي اتطبقت عندنا في مصر وفشلت لان الحكومه رفعت ايديها عن الشباب. لا ما مش هرفع ايدي، هكمل لك انا اهو. النهارده الخريج اللي لسه خارج دوت وحضرتك بتديله انا هكمل قطعه ارض. اتفضل. هو الشاب ده لو اشتغل في الحكومه له حق انه يشتغل طبعا. هياخد كام؟ 1000 جنيه، 1200، 1500. يا سيدي انا هديله سنتين، هديله سنتين، السنتين دول هياخد الفلوس دي يزرع بيها الارض، هيطلع له محصول، هيبيعهولي، هيبقى عنده فلوس. هو اولا حليت مشكله السكن اللي ما اظن ان ما عادش فيها مشكله دلوقتي، حليت مشكله العماله، حليت مشكله الزراعه. احنا لا نملك كتنا، ما نملكش اكلنا. لو انا ملكت اكلي وشربي اقدر املك قراري. وده يمكن يا استاذ وائل حضرتك عارف فكره الكرة المنتجه. احنا زمان كانت جميع كرة مصر منتجه ومتميزه في انتاجها. القريه الفلانيه بتنتج جبن، القريه الفلانيه بتنتج سجاد، القريه الفلانيه الكلام ده. للاسف وقت الحلقه خلص، كان نفسي اطول مع حضرتك انت الاستاذ احمد. شرفتنا يا استاذ احمد، شرفتنا يا استاذ ياسر. سعدت بلقائك والشرف ليا ان انا يا رب النهارده نكون قدرنا نوصل ولو صوت صغير من صوت الناس. ان شاء الله معادنا في الحلقه القادمه مع برنامجكم مع الناس مع وائل عبد الوارث، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.